I'ma fall for your lies. السلام البنات، كديري لاباس عليكم؟ صحيحة ان شاء الله تكون بخير وعلى خير. ونهار كبير هذا، كاين واحد شوية تاع الشميشة واخا كتجي وكتمشي. المهم انا بغيت نشارك معكم واحد البلاطو تاع الحوت، بلاطو صغير غندير فيه شوية تاع الحوت، يعني باش تعرفوا نقدروا نديروا الحوت ونديروا بواحد الطريقة سهلة. اللي كاين عندنا نديروه، داكشي اللي كاين عندي انا غنديرو. انا دابا درت هنا واحد المعلقة تاع زيت العود، ها انتم تشوفوها جينا معلقه صغيره تاع الزيت. غادي ندير نخلط معها شويه الخميره، ندير معلقه صغيره تاع الخميره، المعلومه ثومه خضراء هذا جاد يكون درس كبير، حيت هادي عبرة يعني راه غتكون مطحون درس كبير. شوية الكمون، هادشي هنا كاملين الكمون، ما يتكترش بزاف، تيجي لنا لوكو ديالو، تيجي المذاق ديالو في اي حاجة درناها خصنا ما نكتروش، تيبقى عندنا داك الذوق ديال الكمون، ما عرفت انا كي كيجيني داكشي علاش نقول لكم هكذا. المهم شوفوا خرقوم نص معلقه، خرقوم عود، كركم، غندير شويه ديال قزبور، هاد البلاطو انسان واحد اللي يقدر ياكل هاد البلاطو. المهم نمشي هكدا نقلب الحوت هدا باش يبدا بزاف، ندير ليهم غير هكدا وغادي تشوفو غادي يدوبو هادو، متيبقاش فيهم لا شوك لا والو. شوف هادي واش غاتجي هنا، بطبيعة الحال هادشي كلشي غادي يدوب. المهم هكدا هادشي كلو غادي يهبط. الملح أنا تنديرها تالي على تالي، تنديرها هنايا، ندير الفلفلة، داكشي لي كاين عندكم، أنا درت داكشي لي كاين عندي. نحطوها عشوائيا، راه غادي تجي بنينة حيت الحوت تيجي معاه الفلفلة. نحطوها هكدا، تا هادي فكرة، هادي دخلت ليا هنايا، نزيد هادي تاني ندخلها هنايا، يعني الحاجة اللي كتجي وصافي. دابا غا هادي تلاحت على هادي عجبتني، أنا دخلتها فيها، نبغى نحطهم هنايا، هادي تا هي هنا. هادي باقية نزيدها تا هي هنا، ماشي مشكل، مطيشة تا هي هنا، هنا عاد تنلوح شوية تاع الملح، ترش شوية تاع الملح، أنا غندخلو هكدا حتى تتهبط بحال دابا هاد الخضره تطلق داك الماء، وحيت الحوت
كان في الكونجيلاتور كان كونجلي حتى هو غادي يطلق الماء. يعني انا ما كنديرش الماء دابا ندخلو للفران حتى نشوفو الا شتو شرب وما بقاش فيه الماء تنزيد نص كاس على حساب البلاطو نص كاس ديال الماء ونوريكم من بعد. ها هو البلاطو خرجته من الفران. يعني داكشي اللي عندنا في الدار داكشي اللي عندي درتو غير واحد الريحه كتطلع زوينه داكشي تعقدي ملي كنا مع والدينا ريحه الحوت وريحه الحوت والزيتون خلطت فيه انا حتى لي شامبينيون ريحه الزيتون درت الفطر والشامبينيون ودائما تندير لاصوص بزاف وتنخليها لان نقدروا نديروا هاد لاصوص مع الا بغينا نديروا هذاك لي بات تاع الشينوا ولا لي بات عاديين تندير فيهم انا هاد لاصوص ولا بغيت ندير بحال دابا سميتهم دوك لي نيم سيجار ولا بحال البريوات تنديرهم بالحوت وتندير هادشي كنطيب بلاصوص ديال الحوت اللي كاين عندي اللي فيه الخضره تنطيب داك الحوت كامل وتنقادو. تنتمنى تعجبكم هاد الطريقه اللي درت الحوت طريقه ماشي شي طريقه صعيبه ولا شي حاجه وريتكم غير الطريقه ديالي اللي كان عندي كنقادو وتتكون حاجه زوينه. يعني اي واحد راه يقدر في الدار يخرج لي عنده ويقادو راه غادي يجي بنين. وتنتمنى هاد الفيديو تعجبكم ولا فيديو ان شاء الله قادم. السلام عليكم.